السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، طبتم وطاب صباحكم. من مهرجان جائزة الملك عبد العزيز النسخة الثالثة للإبل، ننقل لكم اليوم فئة 50 شعل، فتابعونا عبر قناتكم قناة المجتمع الواحد في هذا التقرير. رفرفي يا راية المملكة فوق الساحة، واطرخي فوق الهضة يا ضلال خصمت هذا، ما يضدك هرجم بغض ولا زمرة خراب دام يصدح صوت الأذان في مسجد قباء. بيض الأخوان نور طلع لنا ورباب، وابتدى للمجد روح نقول طلع نبا، وابتدى للمجد روح نقول طلع نبا. اصيل اللي على منهج اجداده رضا، والملك سلمان خير شمل حتى الدواب، وجه ابدع مالبل دبدب العز ودبا، يا ولي العهد مشكور يا من الشباب، يا اصيل اللي على منهج اجداده رضا. حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب، مجدكم مبني وحدا مثل حد الشباب، الفخر في مهرجان المؤسس للركاب، والشرف واضح لجمعة نشام ما غبا. في مصافحة الملك صاحب المجد المحاب، عز يا راس يشرف وفخر ما كبا، والمزايا الحنان منافس الجرد الرقاب، والنشام كل واحد من كما نلتقي بأحد المشاركين ونقول صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا مرحبا. عرفنا عليك طال عمرك. علوش بن ناصر العجمي. ونعم. عليك زود.
مشاركي اليوم. مشاركين اليوم. والعرض نهار الثلاثاء في فية الخمسين. كيف تشوف شوط اليوم يا ابوي؟ الشوط حامي قوي وقوي وهلها قوية والتوفيق على الله. أول مشاركة لكم اليوم. سلامتك لي فوق 10 سنين وأنا أشارك من عدها من مرقب. كيف تشوف المهرجان السنة هذه؟ السنة هذه ممتاز، تنظيم الدخول طيب وتنظيم الترتيب طيب ولا عليها قصور، وإن شاء الله نرجي ونصير أزود. عززت اليوم في بلكم؟ لا والله فضل الله، أولادهم كلها عندك إنتاج؟ نعم إنتاج. أنتم مشاركين من دولة الكويت؟ نعم مشاركين من دولة الكويت. يا مرحبا والله مسهلا والله يحييك وكل بقى. شكرا لك طال عمرك. بلدنا الثاني هذا طال عمرك. ما يحتاج. وإخواننا وعيالنا، الكبار إخوان والصغار عيال. والملك ملك الله يطول عمره وولي عهده. والملك سلمان خير شمال حتى الدواب وجه ابداع مال بل دبدب العز ودباب. يا ولي العهد مشكور يا امير الشباب يا الاصيل اللي على منهج اجداده رضا. والملك سلمان خير شمال حتى الدواب وجه ابداع مال بل دبدب العز ودباب. يا ولي العهد مشكور يا امير الشباب يا الاصيل اللي على منهج اجداده رضا. حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب مجدكم مبني وحدة مثل حد الشباب. الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعة نشامة ما غضا. في مصافحة الملك صاحب المجد المحاب عز يا راس يشرف وفخر ما كبا. والمزايا الحنان منافس الجرد الرقاب والنشامة كل واحد من سليمان وسبا. وفوقها شار النبي وابتدى الدين الصواب صابره في القضاء وتعيش والأرض شهبا. كان ربي حاطه معها على جال اكتئاب جلسة في جالها طب وانفرق وبا. طيبه واللي قانها بكل الجهد طب كل ما يرفع عادة ترتفع به في نبا. والله ان المال في راسها ما هو سعرها الوافي حقيقي لا زور ولا ربا. هي عطايا الله وهي بلوة ولا الحساب بندق انت الهداف ما تثور في الخبا. رفرف يا راية المملكة فوق السحاب واطرخي فوق الهبايب ولا خصام تهبا. ما يضدك هرقة مبغض ولا زمرة خراب دام يصدح صوت الأذان في مسجد قبا. دام صوت على ذان في مسجد قبا. في ظل الاخوان نور طلع لنا ورباب وابتدى للمجد روب نقوى للطلع نبا. من معزي لنسال من حل للصعاب والبلد في طلهم من الجبل اليضبا. والبلد في طلهم من الجبل اليضبا. بعد وحدها معزي على شرع الكتاب رددت للعز في مرحبا. جعل بوت الكي جازيه ربه بثواب. يوم لم الشمل وقفا عن الدار الوفا. يوم لم الشمل وقفا عن الدار الوفا. وصلوا عز عيال عزيزين الجناب والهبة جتهم من الله ولا راحت هبة. والملك سلمان خير شمل حتى الدواب وجه ابداع مال بل دبدب العز ودباب. يا ولي العهد مشكور يا امير الشباب يا الاصيل اللي على منهج اجداده رضا. والملك سلمان خير شمل حتى الدواب وجه ابداع مال بل دبدب العز ودباب. يا ولي العهد مشكور يا امير الشباب يا الاصيل اللي على منهج اجداده رضا. حرصكم دايم نجله ويحسن.
حاسب له حساب مجدكم مبني وحده مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعة نشامة مغضى في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كبى والمزايا الحان لم نافس الجرد الرقاب والنشامة حد من الله يبا والبلال بل تنقل القمة وتشيل الزهاب الوفا مع هذاك والهفا مع هذا با شانها فوق السحا يبوهي فوق التراب عزها الله قبل قصة سليمان وسبا وفوقها شال النبي وابتدى الدين الصواب صابره في القضاء وتعيش والأرض شهبا كما نلتقي بأحد المشاركين ونقول صباحك الله خير. صباحك بالنور، هلا مرحبا. عرفنا عليك طال عمرك. متر تبن حجنة العتيبي. ونعم. ما عليك زود. مشاركين اليوم في 50 إن شاء الله إن الله كتب. كيف تشوف شوط اليوم؟ والله الشوط ناري، والله كل يعطي حق، ما حد يبي شيء مهوله. أول مشاركة لكم؟ لا والله إحنا نشارك من زمان، من يوم سيسة أم رقيبة قبل الدور هذا. تشوف إن السنة هذه أفضل من السنوات الماضية؟ والله هي أفضل، سبحانه وتعالى أفضل. حتى من ناحية الحلال؟ إي نعم قوي، بسبت إنه دخلوا فيه في مجموع فرديات. عززتوا ل إي والله نعزز، حنا نعزز ومستانسين، والدعوة حنا ما هرجنا الكلام ذا، حنا بعرنا إن شاء الله فايزة فايزة، سو لو يحطون رعيتين فازة. بفضل الله سبحانه وتعالى. نتمنى لكم التوفيق وإياك الله يسلمك ويطول عمرك وأنتم موافين، ونشكر قناتكم بيض الله ويجيكم على العمر الطيبة كلها. شكرا لك. الله يعافيك. عرفنا عليك. متك بحجة من نايف الحج عتيبي. ايه؟ ونعم. ومشاركة بمدمرات. مشاركة بمدمرات. بباعري. بباعري. ايه؟ تحب البلنت؟ ايه موت فيك. أحبها في الحي. أحبها في الحي. وكيف تشوف المنافسة اليوم؟ قوية. قوية قوية. والله يوفقنا وياهم. أنا راعي بويضة. كفو يلا ما تجنجل. رفرفي يا راية المملكة فوق الساحة واطرخي فوق الهبة يا ضلال خصمة هذا ما يضدك هرجم بغض ولا زمرة خراب دام يصدح صوت الأذان في مسجد قبا بيض الأخوان نور طلع لنا ورباب وابتدى وابتدى للمجد روح نقول طال انباء رفرفي يا راية المملكة فوق السحاب واطرخي فوق الهبايب ولا صمت هبا ما يضدك هرقة مبغض ولا زمرة خراب دام يصدح صوت الاذان في مسجد قباء دام يصدح صوت الاذان. كما نلتقي بأحد المشاركين في فئة 50 شعل، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور، الله يطول عمرك ويحييك. عرفنا عليك طال عمرك. ناصر بن فلاح الجفران السبيعي، الله يطول عمرك. ونعم. ونعم حالك، الله يحييك. علوم مشاركتكم اليوم وكيف تشوف الشوط؟ والله مشاركتنا مع اخواننا الملاك وكل طال عمرك محتزم اليوم، والله يوفق الجميع ان شاء الله. تشوف ان الشوط قوي اليوم؟ جدا جدا. أول مشاركة لكم هذه؟ لا طال عمرك، هذه من أسسة جائزة الملك عبد العزيز وأنا أشارك فيها، أول كانت في مرقابة والحين في الصياح. كيف تشوف السنة هذه من ناحية التنظيم، من ناحية الحلال؟ ممتاز ممتاز، التنظيم ممتاز والترتيب ممتاز، والله يوفق الجميع. وش تقول لمنافسينك؟ أقول لمنافسيني الله ينصرني عليهم، أقول الله ينصرني عليهم. بارك التوفيق وياك وياك الله يطول. يا هلا ومرحبا. يا مرحبا ومسهلا. اخواننا راح طلع لنا ورباب وابتدى للمجد راب نقول طلع نباب من معزي لنسال من حلال الصعاب والبلد في طلعهم
الشمل وقفة عن الدار الوفا وصلوا عز عيا لعزيزين الجناب والهبة جتهم من الله ولا راحت هبة والملك سلمان خير شمل حتى الدواب وجه بدع مالبل دبدب العز ودباب يا ولي العهد مشكور يا أمير الشباب يا الأصيل اللي على منهج أجداده رضا والملك سلمان خير شمل حتى الدواب وجه بدع مالبل دبدب العز ودباب يا ولي العهد مشكور يا أمير الشباب يا الأصيل اللي على منهج أجداده رضا حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب مجدكم مبني وحده مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعة نشامة مغبا في مصافحة الملك صاحب المجد المحاب عز يا راس يشرف وفخر ما كبا والمزايا الحان لم نافس الجرد الرقاب والنشامة كل واحد من سليمان وسبا وفوقها شار النبي وابتدى الدين الصواب صابره في القضاء وتعيش والارض شهبا كان ربي حاطه معها على جال اكتئب جلسه انفجالها طب وانفرق وبا طيبه واللي قناها بكل الجهد طب كل ما يرفع عاده ترتفع به في نبا والله ان المال في عبد الله ابن هشال الدوسري احد المشاركين صبحك رب الخير يا هلا مرحبا صباح النور حياك الله اليوم مشاركين في الخمسين شعل نعم مشاركين في الخمسين شعل كيف تشوف شوط اليوم قوي والله الشوط قوي والحلال قوي وطيب اول مشاركه لكم هذه ما لكنا قد شاركتوا قبل كذا كيف تشوف الفرق في السنة هذه والسنوات الماضية؟ والله كل ما للحلال في أقوى والمهرجان كل ما له في تطور ويلا التوفيق والحلال كل ما له أقوى وش آخر مشترياتكم؟ والله المشتريات طال عمرك دائما مشترياتنا متواصلة متواصلة؟ الله رعى باللبد على ما قالوا مثل النار يشيل يبدل يحط يلاحف شغال الله يعينه وياك وش تقول لمنافسينك اللي معك اليوم؟ الله نقول الله يوفقنا وياهم ان شاء الله يعني ان شاء الله فايزين فايزين ان شاء الله من حضر في المهرجان في جلسه الملك عبد العزيز يعتبر فايز نعم الجائزه ومسماها من حضر فيها وساهم فيها وشارك هو يعتبر فايز نعم فالك التوفيق والناموس وياك الله شكرا لك طال عمرك مرحبا كما نلتقي برجل الاعمال عقاب بن عصفور العجمي ونقول صبحك الله بالخير صبحك بالخير يا مرحبا ومسهلا اليوم مشاركين في الخمسين شعل اي نعم دامك علوم مشاركتكم والله علوم المشاركه قويه قويه ونازل علينا من هالمياه عرب قويين والضغط قوي والضغط قوي والله يسمح امرنا وامرهم والعرب قويين كلهم اللي جاوا يعني تشوف ان اليوم المنافسه قويه وشوط اليوم قوي والله المنافسه قويه والحلال اللي دخل كله قوي الله يوفق الجميع أول مشاركة لكم ذي؟ لا كل سنة احنا نشارك كيف تشوف الفرق بين السنوات الماضية والسنة ذي؟ الله يطول العمر النادي كل سنة أفضل من السنة اللي طافت ويسعون للأحسن ويسعون للأفضل وكل علومهم زينة تشوف ان السنة هذه الحلال قوي والأسماء اللي شاركت قوية؟ الحلال قوي والأسماء قوية وفيه تجار نضع عمرك شارين بالملايين وفيه ناس نضع عمرك نزلوا من 100 تلات وفيه ناس نزلوا من 150 والفئات الخمسين والثلاثين والعشرين قوية جدا والمية بعد قوية لكن قام ينزل على ناس قويين وش آخر مشترياتكم؟ والله يا طويل العمر نشري من العام وحنا نشري من يوم طلعنا من المزايا العام وحنا نشري فالك التوفيق والناموس الله لا يهينك وطول عمرك وأنا طال عمرك أشكر رئيس النادي فهد بن فلاح بن حذرين وجميع العاملين وقناة الساحة والله يطول عماركم ولا يهينكم شكرا لك طال عمرك عفوا طال عمرك الوفي حقيقي لزور الأربع هي عطايا الله وهي ذلوة والحساب كا
كما نلتقي بأحد المشاركين نقول عرفنا عليك. فهد أبو مصيص العجمي. ونعم. نعم الله عليك. اليوم مشاركتكم اليوم؟ أبدا والله اليوم الزين والسعد. مشاركين في فيت الشعر بالخمسين. إيه. مع ربعنا في نادي البل باسم المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود. والله يعز ملكنا ويعز ولي عهده ويعز الإسلام ومن قام به. وعز الله علينا مهرجان زين والموظفين عز الله ما قصروا. سمعت والقناة ما قصرت وكل مجهد وكل يشتغل ومع الشغل والإجهاد الأخلاق والتبشير الزين والمنطوق الزين. سمعت وزينهم وزين حكومتهم وإن شاء الله كل منهم يصير زين مع الثاني. والله ينصر هالجبهة اللي في اليمن وينصرهم على من عداهم وجعل من مات في الجنة ويخلف الله على أهله ويعوضهم إن شاء الله في الجنة وما يسمع والمسلمين كلهم. اليوم المنافسة قوية. أي بالله قوي. قوي. كلها قوي. رأيك فيه؟ والله كل شيء قوي لكن النظام زين. إيه. وكل شيء زين الحمد لله ولا عينا والله زحمة من الترتيب الزين من الموظفين المجهدين أنت عرفت. والله يعزكم ويعز الإسلام. هذه ما هي أول مشاركة لكم، كيف تشوف السنة هذه والسنوات الماضية من ناحية الترتيب ومن ناحية الحلال؟ قد لنا 3 سنين وحنا في المهرجان لا، ويا الزمان أزود من قبل دبل. لا ذا الشبوك ولا ذا البيبان اللي حطوا ولا ذا المداخيل ولا الموظفين، كل شيء زين وكل شيء جاي. والحمد لله. تشوف أن السنة هذه الحلال فيها قوي أقوى من السنوات الماضية؟ إي بالله أقوى بواجد. أقوى بواجد سمعت إيه؟ أقوى بواجد. وش آخر المشتريات عندكم؟ والله المشترك من يوم نروح من المزين وحنا نشتري. والله نشتري تعززون؟ نعزز من يوم نروح حنا نشتري نفهق ذي ونقلب ذي نفهق ذي ونقلب ذي سمعت. نبغي طال عمرك التقدم ونبغي إذا جات الجماهير لها تونسهم وتونسنا وتونس اللي يمشي معنا وتونس جمهورنا وتونس ربعنا اللي ورانا. والله هم مجهدين عسى الله ما يخسر سمعت. ومثل ما حطت الحكومة نادي ودعمتنا ما قصرت وحنا إن شاء الله بعد ما احنا مقصرين. فالك التوفيق والناموس. وجزاك الله خير والله يرحم والديك. والديك إن شاء الله يكون زين. شكرا لك طال عمرك. الله يسلمك ويطول عمرك. ¶¶